الشراكة بين القطاع العام والخاص من ضمن مبادرات خطة العمل الحكومية، وهو محور الندوة التي أقامها منتدى الاستراتيجيات الأردني برعاية من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. الإنتاجية كما تشمل بث الروح الوطنية والمعنوية. مؤتمر لندن للدول المانحة فرصة محورية لجذب الاستثمارات وتحفيز نمو اقتصاد الأردن، يقول الرزاز مؤكدا أن في حال لم يخرج الأردن قانون الضريبة الجديد لدفعنا ثمنا باهظا. كنا ندرك تماما في 2019 تداعيات عدم إخراج هكذا قانون إلى حيز الوجود. لو لم نخرج هذا القانون إلى حيز الوجود لدفعنا كلف باهظة إضافية، وقد قلنا ذلك في ذلك الحين ونقول الآن بعد يومين مما أخرج صندوق النقد الدولي مراجعته الثانية الإيجابية لوضع الاقتصاد الأردني والإجراءات التي اتخذتها الحكومة. نحن متوجهون في نهاية هذا الشهر إن شاء الله إلى لندن إلى لقاء مع مجموعة كبيرة من الدول المانحة والدول الصديقة ومؤسسات القطاع الخاص التي تسعى إلى الاستثمار في الأردن، ليس كرما منها على الأردن ولكن إيمانا فعلا بأن الأردن يمثل فرصة حقيقية للاستثمار. واستنادا على مقولة الاعتراف بالذنب فضيلة، قال الرزاز أن الأردن يشهد تراكمات مرحلة صعبة وإن الحكومة تتحمل المسؤولية. نحن نتحمل مسؤوليات كل الأرقام الموجودة أمامنا، إن كان الأرقام فقر ولا أرقام بطالة ولا أرقام عجز ولا أرقام مديونية، نتحمل مسؤوليتها في الكامل. منتدى الاستراتيجيات الأردني يقول أن الأردن يواجه تحديات عديدة ولا يمكن التغلب عليها إلا ضمن خطط واضحة واستراتيجيات محددة لتوفير فرص عمل، مؤكدا أن الشراكة بين القطاعين أصبحت حاجة ملحة. نواجه كوطن وكاقتصاد تحديات جدية لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال العمل المشترك المثابر والمتراكم ضمن منهجية واضحة تحدد الأدوار والأطر الزمنية لتحقيق أهداف محددة ليستأنف الاقتصاد الوطني إحراز معدلات نمو جيدة تمكن من زيادة القدرة على خلق فرص عمل وتخفيض البطالة وتؤدي إلى تحسين حياة المواطن في كل المجالات. أطراف عدة شاركوا في هذه الندوة الذين يرون في التشاركية بين القطاعين نجاحا كبيرا يعود بالنفع على اقتصاد الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة ومحاولة للتقليل من نسبة البطالة في الأردن. حمزة نايف لمعاني، الحقيقة الدولية.